نبدأ مع بعض آخر محاضرة من محاضرات أرنولد فولتو، وهتكون عن خامة الجلد. بالمناسبة اللي هيسري على الكنبة اللي قدامنا دي، هيسري على الكراسي، هيسري على الحزمة، هيسري على أي سطح جلد. فاللي هيمشي على دي هيمشي على الكل. طيب الأول طبعا انا طلعت الصوره دي بكذا مود. هم اتنين مود على الفيس، واحد مود غامض شويه اللي هي الصوره اللي كان فيها الكنبه دي لونها اسود وفي زي جاد ريز نازله عليها من فوق، والمود اللي هو العادي اللي كان من ناحيه المسند. طبعا مود الجاد ريز ده انتوا زي ما شايفين هنا ارنولد سبوت لايت وحاطط اتموسفيرك سكاترينج، هو اللي عامل الموضوع. طبعا اللي مش عارف دي يرجع للدرس بتاع اللايت فلترز هيلاقي الكلام ده كله. عشان كده يمكن انا قلت على الفيس اللي مستني المرحله بتاعه الورش وبيقول انا هبدا اشتغل في مرحله الورش، لو هو مش ادفانسد يوزر مش هيفهم حاجه، لان في الورش انا تقريبا مش هشرح. يعني انا في الورش هتلاقوا مثلا 10 دقائق من المحاضره بمقام مثلا 45 دقيقة من المحاضرات العادية. ف يا ريت ناخد الموضوع من أوله وما نكسلش في إن احنا نتعلم الحاجة صح، نطبق مرة واتنين وتلاتة، نفهم الدنيا بترتب ازاي وبتمشي ازاي، علشان لما نعمل حاجة نعملها واحنا فاهمين مش واحنا حافظين. طيب نبدأ الأول نعمل الشيدر بتاع الصوفا. ناخد الاي بي ار مود الإضاءة، على فكرة عادي جدا، مش إضاءة، كل اللي أنا حاطه حاطط سكاي بهيدر وعاملها 0.75 تمام، وفي الغالب أنا ما بعليش السكاي عن 2 يعني تقريبا تمام. أما الكواد لايت فهو لايت بس عشان يدي المود اللي هو المود أو الورم كولرز اللي في السين دي. أما السبوت لايت ده فده اللي عامل الجاد ريز زي ما أنتم شايفين. نشوف الاول الماتيريال قبل ما نقعد نتكلم في اللوك. هنروح لكرييت شيدر وهقول له ارنولد شيدر نتورك، وهسحب ده واحطه على الصوفة. طبعا الاول انا عايز هي فين افتكر كانت هي دي، هي دي تمام، اسحبه واحطه على الصوفة. الموديل ده افتكر من كاد ناف او تي اف 3 دي ام. عموما انا كده كده هرفعه، بس انا افتكر انه كان من احد، لا هو لا من دي ولا من دي، مش فاكر اسم الموقع بصراحه. انا كان الموقع كان اول مره نزل من عليه موديل، كانت المودلز دي نزلت من عليه 2 موديل حلوين قوي مش فاكر اسمه، بس هو عامه كده كده هرفع المودلز مع المحاضره. دبل كليك ونروح لاوبن نتورك، نقفل دي وناخد دي في جنب. واول حاجه تمام، اول حاجه عايز اتكلم فيها انه اللون تمام. طبعا اللون اول حاجه، اللون هنروح للكلر كالعاده، هروح للميكس نود تمام، وهاخد اتنين كلر. يا رب يكون اللايبرري فيه حاجه تنفع، بدل ما اقعد اعمل سيلكت تاني. طب لا مفر من السيلكت تاني. طيب هنعمل، هاخد كلر كده وليكن فوق سنه تحت سنه، حاجه مثلا باللون الغامق ده، وناخد واحد تاني او كلر تاني هو نفس اللون بس افتح شويه ودي ساتوريتد سنه حاجه كده. هنميكس الاتنين مع بعض مين بنويز. حابب تدمجهم بصوره ادمجهم بصوره، حابب تدمجهم بنويز ادمجهم بنويز، اتس اب تو يو، براحتك. هو انا شايف ان يعني لو عملنا كده تمام، يعني انا شايف ان النويز يعني لو سناية بس كده ايه فيها تفاصيل مش هيقول لأ. اوبس لا كتير، بس انا فاكر انه كان بياخد، ماشي ما علينا.
نخلي دي مثلا 2 باي 2 باي 2. افتكر الميكس كده هيبقى ظريف، ولو سنة ديستورت مش هيضر. لا واحد، جميل قوي. طيب هناخد ده نحطه هنا لميكس، وناخد دي نحطها هنا. اصبح ده الكالر بتاعنا، تمام. ولو ان انا حابب العكس، هاجي في الار جي بي هقول ده عشان ابقى فاكره بس 80 في 40 في 15، 80 40 15، جميل حلو. انا هاخد ده فوق، وده هيبقى 80 40 15، هو ده انا عايزه كده، تمام. هيبقى بالمنظر ده. كده خلصنا من الميكس. ناخد ال اي ال، مش مستاهله ال اي ال، تمام. هاخد الستاندرد الستاندرد سيرفس، واقول له انسرت افتر للديفيوز كولر، تمام، جميل كده. ده الديفيوز بتاعنا، تمام. والله هي كده شكلها حلو حلو، لكن معلش انتوا شايفيني كل شويه عمال اشرب في حاجه، فانا يعني بشرب شاي كتير، نفسي ابطله بصراحه لانه اتحول لادمان. المهم بعد كده انا هاجي هنا هسيب الويت زي ما هو، ان لم يكن سنه كده. في السبيكولر انا هرفع السبيكولر لواحد، وهقول له فرنل، تمام، وهقول له فرنل يوز اي او ار. بس دي بقى اللخبطه اللي في الستاندرد هنا. الاي او ار ده في الريفراكشن، على فكره نفس الحركه دي برضو في الفيري، تمام. لكن المهم هو ده اللي انا محتاجه. وان يكن الروفنس انا مش محتاجها بالعلو ده، فانا هخليها بالشكل ده كده، وهنظبطها احنا هنظبطها بعدين، تمام. طيب نيجي بعد كده للبامب. احنا كده خلصنا من ده، او لسه ما خلصناش قوي يعني. احنا لو جينا نشوف او جينا نقرب هنا كده، خلينا في حتة زي دي. انا عايز ادي شوية color variation، تمام. انا عايز ادي شوية color variation. طب ندي color variation منين؟ ممكن نعمل حاجة ظريفة، ممكن نروح لإيمج وكالر فاريشن زي بتاع الجلد يعني. هروح للتكتشر، بما إني كالعادة مش عارف هو فين أصلا، فأنا هروح هنا وأكتب ليذر. الجهاز بتاعي بقيت ساعات بحس إن هو جوجل، جميل. جميل، نشوف بقى. طبعا انا يعني اضحك عليكم، قلت لكم ان انا فاكر انا خدت تاني خامه اصلا، تمام. بس هي في حاجات كتير تنفع، في حاجات كتير قوي تنفع، فانا عايز اعمل كده عشان يبقى في بريفيو محترمه، تمام. ونشوف بقى. هي دي تنفع، بس هي دي تنفع اكتر يعني. طبعا على فكره موضوع الجلد والكلام ده كله ما تقدرش تحدد له اسطمبه واحده يعني. في حاجات كده، في حاجات النقشه بتاعتها كده، في حاجات كده، تمام. فانت فكتير يعني ما تقدرش تحكم، ما تقدرش تحكم حاجه يعني. مثلا صوره زي دي
افتكر ظريفة يعني. انا هقوم قايل open ويس. دي حاجة انا بس عايز الاول اعرف ظروفها ايه هنا، لاني على فكرة لو خدتها بامب بالمنظر ده الكنبة هتتحفر. شايفين؟ تمام، الكنبة هتتحفر، فانا عايز بس اعرف هو التايلنج بتاعها ظروفه ايه على الموديل ككل يعني. طيب هو معقول يعني، يمكن لو خليناها 2x2 هتبقى احسن. بس السيمز دي يعني لو احنا رحنا هنا وخدنا تراي بلانر، التراي بلانر هحط فيها نفس التكتشر دي، هي هتدي ريد يعني، افتكر انها هتدي ريد في ريد يعني. مش عارف، نجرب كده. جميل، في التراي بلانر لو انا قلت له مثلا سيل نويز، افتكر هي احسن. هي كده كده الماتيريال اصلا هي فيها هي فيها اصلا بتاع ده تلطيش زي ما احنا شايفين كده. لو قلت له مثلا دي 2 افتكر كده الدنيا احسن كتير مما كانت ايمج لوحدها، لان ايمج لوحدها كان الباترن بتاع التكستشر باين بطريقه رخمه يعني. اما دي كده فافتكر ان هي كويسه. دي كده اول حاجه. تاني حاجه المفروض انا عايز اقلل اللون الابيض ده شويه، لان البامب كده هيبقى فعلا فعلا عالي جدا. تمام، فانا هروح هنا واخد رامب فلوت، ان لم يكن ان انا اخد كلر كوركشن افضل يعني، بس يعني عموما هنشوف. فانا هسحب ده كده، تمام سنه، ويمكن هرفع الاسود ده كده سنه. تمام بالظبط، عشان بس ما يبقاش الحفر بتاعها تقيل يضايقنا في البامب. افتكر هو كده كده كويس جدا يعني. تمام كده احنا خلصنا من البامب، ودي هنحط بامب، وهناخد بامب تو دي، وهنودي دي لهنا كده، واكيد مش هتبقى واحد هتتغير، ودي هتبقى البامب ماب، ودي هتبقى الشيدر. استنى شوية عشان نشوف البامبنس عامل ازاي، و هروح للسكاي واخليها واحد عشان تبان بس. كواد لايت تمام، افتكر البامب باين لو احنا نقرب بس من حتة كده. زي ما انا قلت الفريكوانسي بتاعه عالي جدا والاماونت بتاعه عالي، فاحنا هنروح هنا للفريكوانسي ونخلي ده مثلا 0.7 ولا حاجة. تمام، ونروح هنا للبامب وبدل واحد هخليه 0.5. كده الدنيا بقت احسن كتير جدا جدا جدا. بالمناسبة طبعا لو في نورمال ماب لحاجة زي دي هتبقى احسن بمراحل بمراحل من البامب ماب، لكن دي افتكر ان هي كويسة جدا. طبعا لو غيرت الباترن هيتغير ده يعني. مثلا لو رحنا هنا ورحنا عملنا كده ورحنا لل assets texture
ولا هعرف ليذر. احنا ممكن على فكرة، احنا ممكن ببساطة نعمل ايه، انا ممكن اخد عشان برضو نبقى برضو عرفنا حل واثنين وثلاثة واربعة والف، دي مثلا عجباني تمام، او دي مفيش باترن احلى من كده، او دي تمام، او عامل اوبن جميل خلاص كده. المفروض الباتر يعني لو احنا جينا نبص على ده كده، هنلاقيه كده، انا حتى مش عارف هو خدها ولا ما خدهاش. مكنش خدها. طيب هو ده الباترن، انا لو عملت، لو قلت له ريجولر تمام، ده الباترن بصراحة عاجبني تمام. فاحنا ممكن نعمل ايه قبل ما نطلعه، قبل ما نوديه لدي، هنروح هنا الاول ل كلر كوريكت. بالمناسبه الطريقه دي مش الصح قوي، الصح قوي بصراحه انك انت تروح هنا وتفتح برنامج زي بيت ماب، بيت ماب تو ماتيريال تمام. بيت ماب تو ماتيريال برنامج فري وبسيط جدا، لو انت كتبت البرنامج ده الاسم بس على اليوتيوب هتلاقي التوتوريال واحد تقريبا هو 23 دقيقه او حاجه زي كده، ما فيهوش اي حاجه، هو بس انت بتحط له الصوره هيقوم مخرج لك الاوكلوجن ويخرج لك الميتاليك والروفنس والنورمال والكلام ده كله. بس لضيق الوقت انا همشيها بالطريقه العاديه او الطريقه يعني تمشي، لكن هتعملها اكيوريت، هتعملها بالطريقه دي، كريزي بامب ينفع، اكس نورمال ينفع، وات ايفر. بس احلى واحسن برنامج واقوى برنامج واسهل برنامج بصراحه هو بيت ماب تو ماتيريال، لان انا عديت على كل البرامج دي تمام. فعموما انا يعني هتغاضى بس عن دي عشان الوقت، لكن لو انا لو بتعمل دي في برودكشن ما تعملهاش بالطريقه اللي انا بعملها دي، لان الطريقه دي بس طريقه تيتوريال او طريقه ان احنا نعرض حاجه سريعه. لكن لو هتعملها اكيوريت هتاخد الصوره دي وتطلع منها الالبيدو او الديفيوز، طلع منها النورمال، طلع منها الاوكلوجن، ونطلع منها السبيكولر وي 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 الكلام ده كله، ونعملها صح وكل حاجه تروح في القناة بتاعتها. color correct واقول له insert after input، طبعا all تمام، عشان هو بيقول لي all ليه، عشان الانبوت هيطلع بيقول لي انت هتطلعه لحاجة واحدة ولا هتطلع لده على طول. فانا بس كل الحكاية ان انا هقول له desaturate بس خلاص، هو ده او هي دي البامبنس او البامب اللي انا عايزه. طبعا لو خدت بالكم البامب معكوس تمام، البامب معكوس. يعني ايه معكوس؟ المفروض ده يبقى اسود بس عادي، بدل ما تقعد تحمل هم انك انت يعني عملنا كده تمام. لو بصيته هي عكس ما احنا عايزين، فانت ببساطه تعالى هنا وقول له ده سالب 0.5، بدل ما انت تقعد توجع دماغك في الموضوع ده، فهتيجي تقول له سالب 0.5. بس على فكره بوينت واقف كتير، بس الاول نشوف الفريكوانسي بتاع الصوره الاول. وانا ليه حاسس ان البامب بالسالب مش قد كده يعني؟ او ممكن والله اعلم الفلوت ده عايز يتعدل، اكيد هو عايز يتعدل اكيد. تمام.
نيجي هنا للبامب بقى، خليه بالموجب زي ما هو، نقوم مودينه كده. كده كويس. نيجي بس هنا ليه ده، ونخلي ده 2 مثلا، وكده احنا خلصنا من البامب. نيجي هنا في الستاندرد، وطبعا فيرنال اي او ار انا ما عملتوش، فانا هخلي ده 0.5. تمام. طبعا كل ده هيتغير، او 1.4 ده هيتغير، بس اهم حاجه نبقى شايفين قدامنا الريفليكشن. خلي هنا حاجه بسيطه بس ناخد الريبريزنتيشن عشان ما يرندرش الصوره كلها. طبعا شكله مع البامب فرق تماما عن مكان البامب مطفي. تمام. وكده الدنيا احسن كتير قوي قوي قوي. طب خلصنا كده من البامب، فاضل حاجه بسيطه، ان نفس الايمج دي، نفس دي هناخدها على الديفيوز، هنشتغل على الديفيوز. وانا قلت لو هنشتغل على الديفيوز اقفل ده خالص، تمام، لغايه ما نخلص، وبعد كده نرجع نفتحه. كده هيعتبر ان دي كده ده اهي خلاص، دي اول دي كده ايه اسف ده اهي دي كده اول لاير. فانا هروح هنا واقوم قايل له لاير، واخد لاير كلر، تمام، واطلع دول بس بعيد شويه كده، ودي هقوم حاططها هنا، ودي هقوم حاططها كلاير 1. خلاص دي كده لاير 1. نيجي بقى لاير 2. خلاص لاير 2 على فكره هتبقى نفس دي، يعني لو خدنا دي طبعا انا ممكن اخدها من هنا على طول، بس انا خليني اخدها من اول، اكونكت من اول هنا، تمام. عايز ادي سيتوريت زي ما هي، بس عايزها على نفس اللي هي عليه. يعني لو احنا وصلنا دي نشتغل باختصارات شويه، ال دبليو في هلاقيها كده، انا عايزها كده، تمام. فانا هاخد دي من هنا وهروح كده واقوم قايل له ان دي لاير 2، تمام. كنترول اس الاول، ال دبليو اكس، كده احنا رجعنا وصلنا البامب تاني. نيجي هنا وبس كل الحكايه، انا هقوم معلي الالفا بتاعت لاير 2 وهخليها اوفرلاي. اوفرلاي ليه بقى؟ شايفين انا عايز اللمعانات دي، الحاجات دي، تمام. بس كل الحكايه ان انا هروح بس وارفع الاكسبوجر عشان اخد اللمعه على الطروف بتاعه البامب. التريكه دي على فكره كنت بعملها في افتر افكت، يعني كنت دايما عشان اعمل محاكاه للبامب بس هو مفيش بامب، فانا كنت بعمل حركه زي دي، تمام. لو خلينا الاكسبوجر 1 هناخد اللمعه دي كده. بس طبعا احنا نيجي هنا وهنخلي الالفا او الاوباسيتي بتاعتها، طبعا نقدر نعملها برامب فلوت، تمام، بس انا هخلي مثلا الفا ب 0.4 مثلا ولا حاجه. او 0.7، تمام. الميكس ممكن نفتح الكلر شويه، لا مش هنفتحه، هي كده الدنيا جميله جدا. لو رجعنا هنا ورجعنا ده ب 1، جميل. طبعا هو في حاجه السامبلنج المفروض تعلى عشان النويز اللي احنا شايفينها دي، لكن خلينا نظبط الحال على كده. تمام. لو رحت للكاميرا الأولانية اللي هي دي، هي دي الكاميرا اللي أنا كنت واخد بيها الشوت، وبس الفكرة عايز أشوف على بقية الموديل الدنيا
الدنيا عاملة ازاي. اكيد اكيد السامبلينج في كلام، بس مش وقت سامبلينج دلوقتي. اهم حاجة نخلص من الشيدر. نيجي بعد كده هنا لإيميج، تمام، وناخد إيميج ونيجي هنا ناخد ماسك. ده لا، وده في اس ممكن ده، تمام، وناخد دي كلاير 3، تمام، ونفس الموضوع افتكر 1، تمام. وبس الفكرة ان انا عايز ارجع لورا اشوف بس الدنيا ظروفها ايه، يعني افتكر الدنيا كويسة مش محتاجة حتى تايلنج، هي الدنيا مظبوطة. نروح هنا ونقول له ان ده مالتبلاي، وعايزين من هنا رامب فلوت انسيرت افتر انبوت ونريسيت ونطلع ده. لو جينا نروح لكده مثلا، هنلاقي بالمنظر ده. احنا ممكن نروح بس هنا ولاير 2 دي ممكن نخليها 0.4 ولا حاجة. دي كده النتيجة اللي احنا وصلنا لها من الديفيوز، بس لسه ما اشتغلناش في روفنس، لسه ما اشتغلناش في اي حاجة. طبعا السامبلينج عايز تظبط، لان السامبلينج في نويز كتير. فكده ده اول جزء او اول بارت اللي هو البارت بتاع الديفيوز، وده كده خلص بارت الديفيوز كده خلص. اللي جاي هنتكلم برضو على حاجة صغيرة قوي في الديفيوز، تمام، وبعدين نتكلم على الريفليكشن، وده ما فيش فيه اي حاجة، وجلوسنس نفس الموضوع، بس هو اهم بارت الجزء اللي جاي ان شاء الله. فاشوفكم في بارت 2.